تتشابه ظروف الحياة المأساوية في جميع المخيمات داخل العراق. في مخيم يحيى آوى بمحافظة كركوك يواجه النازحون أزمة تهدد حياتهم وحياة أطفالهم جراء انتشار الأمراض الجلدية والمعدية التي تتطلب متابعة طبية وأدوية لا تتوفر في المخيم. نحن نازحين من عياضية، هار صار يمكن 3 سنوات وأزيد بعد. نناشد الحكومة لكن رجعنا على بيوتنا، تعبنا والله هنا كافيها، صار 3 سنوات وزايد أكثر هنا. حالتنا من يصير مطر، من يصير برد، من يصير عاصفة شيء، ما مرتاحين. يعني هو خيمة يطير من حاله يطير. تردي مستوى الخدمات دفع الأهالي وخاصة الذين هم من مدينة الموصل بالعودة إلى منازلهم، إلا أن جثث القتلى ما زالت تحت الأنقاض وفي الشوارع، فضلاً عن دمار معظم المنازل والأبنية وانعدام سبل الحياة بكافة تفاصيلها. ولحتنا الجثث مالها بالبيوت وبالشوارع، الجثث مالها أخوي، واحد من يرجع غير يقعد على بيت نظيف، يقعد بيته ما نظيفة، كل مخلفات الحرب والدواعش موجودة بالشوارع. مع قدوم فصل الشتاء تتفاقم الأمراض من انخفاض درجات الحرارة التي لا يمكن لخيمة أن تحمي من يعيشون داخلها، هذا إن بقيت خيم على حالها، فالأمطار والعواصف تسببت في إتلاف عدد من الخيام وبالتالي بقاء العديد من الأهالي في العراء وسط غياب دعم المؤسسات الحكومية والخاصة. عاصفة صار تقريبا نص الخيام يريد يطير، يعني تشوف الخيام والبواري، والله ذاك اليوم عاصفة صار ما حد يقدر يقعد، كهرباء تقريبا يوم كامل ما يجي على مود العاصفة. يعيش في المخيمات أكثر من 700 عائلة نزحت من أحيائها بعيد بدء المعارك ضد تنظيم الدولة، إلا أن جميع المؤشرات من إهمال المؤسسات الحكومية ومجالس المحافظات تشير إلى أن عودتهم إلى منازلهم قد تمتد لسنوات، فحتى الساعة ما زالت أنقاض المعارك والأبنية المدمرة على حالها دون أي تحرك فعلي لإعادة إعمار ما هدم.